الصيغة الثانية شو راح تكون؟ اللي هو do while، وهنا الشرط بمعنى آخر انقلبت، يعني تقريبا كأنه انقلب الشرط اللي كان قبل شوية في نهاية عملية التكرار أصبح في بدايتها. ومن ثم الجملة أو مجموعة من الجمل تنفذ، انتبه ما قلت لك مرة واحدة، تنفذ طالما كان الشرط صحيحا، طالما كان الشرط صحيحا. ومن ثم ايش راح يكون؟ راح تكون اللوب. اوكي زين، اوكي شنو الفرق ما بين هذول الاثنين اللي هسه احنا كتبناهم هاي الصيغ؟ على اساس دا يشتغلون. الفرق بين الصيغتين، في الصيغة الأولى يتم تنفيذ الأوامر على الأقل لمرة واحدة سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق. الفيجوال بيسك هنا ايش راح يقوم؟ يعني برنامج راح يقوم بتنفيذ التكرار مرة واحدة ثم يختبر الشرط، فإن كان خاطئا يوقف التكرار، وإن كان صحيحا يقوم بتكرار مجموعة الأوامر المحصورة ما بين الدو واللوب. أوكي الصيغة الثانية لعد إيش؟ الصيغة الثانية إذا لم يتحقق الشرط لن يتم تنفيذ أي أمر من الأوامر، إذا كان خاطئا لن يتم أو لن يقوم بتنفيذ التكرار مطلقا، أما إذا كان صحيحا راح ينفذ مجموعة الأوامر ما بين الدو واللوب ويختبرها، وهكذا حتى يكون الشرط خاطئ، حتى يصير خطأ فراح يخرج. راح نحاول أن نطبق هذا الحكي هنا بهاي الأمثلة. هنا مجموعة من الأمثلة حالات معينة موجودة عندكم. الصيغة الأولى، من نجي على الصيغة الأولى خلينا نفتحها، هاي الصيغة الأولى خلينا نشوف طبعا هذا هو التصميم اللي هو عبارة عن كوماند فاللوب. أنا الصيغة اللي عندي الأولى، الصيغة الأولى شو راح تقول لك؟ تقول لك أوكي إذا كانت الام ايش قد يساوي لنا؟ الام يساوي لنا صفر، الام شو يساوي لنا؟ صفر. زين هذا الام عندما يساوي لنا صفر دو سوي لها هسه نبدي خلينا نقول بالعمل كتكرار انه هاي الام ضيف لها ما قيمته واحد واطبع هاي الام الجديد الى ان يصل اللوب وايل الام اصغر او تساوي لنا 10. اذا معناتها هنا المفروض انه هو راح يطبع للعشرة. اوكي اوكي مفروض، وها هي بس خلينا نشوف اللي حيصير. من جيت طبقت هنا شوف ايش دا يسوي، من 1 الى 11. ليش؟ لان هو استمر بعمليه التطبيق، استمر بعمليه التطبيق الى ان وصل لل 11. هنا صار عنده انه ايش؟ لا اوكي هنا صار عندي خطا بالشرط، لان يعني الشرط انه يكون القيمه اما اصغر او تساوي لنا ايش قد 10، فبالتالي ايش؟ يتوقف. لكن طبع ال 10، اي نعم طبعها لل 10. اوكي هاي الصيغه الاولى. انا دا اشوفكم الفرق ما بين الصيغ فوي اي. نجي على الصيغه التي تقابلها، الصيغه التي تقابلها، الصيغه التي تقابلها هاي سنشوفها اللي هي الحاله الثانيه بالصيغه الثانيه. خلي نشوف هسه هنا من نجي نباوع، هسه هذا نفس الحاله باوع هنا الام، هنا ايش منطيها؟ انه الام تساوي لنا صفر، القيمه الابتدائيه القيمه التجميعيه اللي هي الام تساوي لنا صفر. دو وايل الام، يعني هنالك انه الشرط الوضعه انه الام لازم تكون اصغر او تساوي ايش قد؟ اصغر او تساوي 10، اذا الشرط صار بالبدايه او عمليه التجميع طبعا اكيد اول وحده. اذا كان هذا الشرط ما عندك مشكله به اوكي كمل واجمع لي الام يساوي الام زائد الواحد، ثم اطبع لي قيمه الام، وبعدين ارجع من جديد سوي اللوب الا ان توصل المفروض الى العشره ومن ثم تتوقف. يعني سبي البدايه صفر، فاذا كان الصفر زائد صفر يساوي صفر زائد واحد فواحد، فطبع الواحد برنت ام لوب نعاد. وين نعاد؟ راح من جديد للدوايل، للدوايل ام اوكي الواحد بعد اقل من العشره، اذا شو حصير؟ حصير الام الجديده زائد واحد، الام الجديده ايش قد صارت؟ هي واحد، واحد زائد واحد اثنين، فايش طبع؟ اثنين، لوب من جديد، وين يروح؟ للدو وايل ام اصغر يساوي لنا 10، الاثنين اوكي بعدها ما وصلت العشره، اذا حيكمل، فالام الجديده تساوي لنا الام اللي كانت اثنين زائد الواحد، فراح يطبع لثلاثه، وهكذا، زين، لوين يوصل؟ هل يا ترى راح يوقف
عند العشرة فعند التنفيذ، وهنا نفس الحالة عند التنفيذ نفس الحالة يتوقف وين؟ عند الدعش. طبعا هسه هاي أسئلة لكم، زين ليش يعني شرحت لكم قبل شوية المفروض اللي يصير، قبل دقائق شرحت المفروض اللي يصير والمفروض وين تتوقف. زين نجي على الحالة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها هنا اللي هي هاي، حسب القانون اللي أنا عندي هذا الصيغة أوكي، إنه الام يساوي لنا شقد؟ الام يساوي لنا 20، الام يساوي لنا 20 دو، إنه الام يساوي لنا ام زائد الواحد، وأطبع الام انتبه وأطبع الام، يعني هسه الام من أصلها شقد قيمتها؟ قيمتها المفروض 20، سوي عملية تكرار، ضيف الهاي الام اللي هي قيمتها 20 بمقدار واحد، اطبعها للام، سوي لي الشرط انه اللوب وايل الام اصغر او يساوي لنا 10. اوكي من اجي اطبق واقول له اوكي شوف شنو اللي سواه، طبع لي 21. ليش طبع لي ال 21؟ لان هنا اللي صار هو اوكي 20 بدا بالتكرار، هاي العشرين ضاف لها واحد فصار 21، طبعها من وصل للشرط، الشرط هو أصغر أو يساوي لنا 10، إذا هذا الشرط خاطئ، فرأساً سوى انساب قطع للعملية وتوقف. الصيغة الأخيرة يعني إنه شو اكتشف؟ اكتشف إنه الشرط هنا خاطئ فتوقف. أوكي الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة اللي راح تجينا هسه هنا اللي هي هاي الحالة الأخيرة، من إجي هسه اوكي هذا كالمعتاد، فهنا ايش بده يقول لك؟ اوكي اذا الام يساوي لنا 20 وعندك الشرط دوايل، والشرط الشرط اللي هو الام اصغر او يساوي لنا 10، بقى الشرط اللي قدام صار الام 20، اذهب للام هاي اللي هي قيمتها 20 اضيف لها واحد واطبع لي الام، وبعدين ارجع سوي لي لوب للدوايل وشوف الوضعيه. بس نيجي ننتبه هنا، هل يا ترى حينطيني قيمه ولا؟ رقم واحد، هو أول ما بديت أنا هي بالعشرين، رأساً الشرط هذا الشرط إيش يقول لي؟ يقول لي إنه أنا الشرط مالتي الأم تكون تساوي أو أصغر من 10، يلا تبدي تروح تكمل. على هالأساس المفروض أنا ما يطبع أي شيء، ما ينطيني أي قيمة، من نجي ننفذ صحيح ما انطاني أي قيمة. ليش ما انطاني أي قيمة؟ لأن هو مباشرة شو اعتبرها؟ مباشرة اعتبرها غلط، ماكو شيء ما يصير. فأوكي فلهذا توقف، وهنا مباشرة الشرط هو اللي وقفه اللي هو هذا إنه هو أصغر من العشرة، فخلص انتهى، أنت ما تقدر تسوي كل شيء وما تقدر تطبع. أوكي راح نحاول أوكي نأخذ فد مثال أيضا عن هذه يعني عن الدو وجماعتها، راح نأخذ المثال السابع باختصار للوقت. أنا شريد بهذا المثال، أنا بهذا المثال يقول لي إذا اكتب برنامج لحساب معدل درجات 15 طالب، معدل إذن برنامج معدل درجات 15 طالب. أنا هنا من أجي بما أنه أنا أريد بقى معدل، أنا إذن بالبداية لازم أجمع درجاتهم ومن ثم أكتب المعادلة، وأيضا طبعا لازم أكو عندي خلينا نقول فد يعني ما معقولة أنا حسوي 15 تكست وهم 15 طالب، يعني ما ترهم. فإذا أفضل لي أسوي في العملية تكرار هذول ال 15 طالب بحيث أدخل درجة الطالب ومن ثم أسوي عملية الجمع وراح يطلع لي القيمة الثانية. فنجي هسه، فإذا بالبداية لازم أسوي ما يعرف بتصفير المجموع أو الخزنة أو القيمة المجموع اللي قبل شوية، القيمة الابتدائية شو ما تحبون سموها. فالسام أوكي إيش كذا حساوينا؟ أكيد حساوينا قيمة صفر. طبعا هاي المن هاي المن للمجموع، لازم شوية نركز لأن أنا عندي شغلتين، أنا دا أحسب مجموع وبنفس الوقت عندي تكرار لعدد الطلاب، فهذا إذن تصفير المجموع، هذا تصفير المجموع. أوكي نجي أني لازم أسوي لوب المن للطلاب، فلهذا I اللي هو تمثل عدد الطلاب، طبعا أكيد بيش أبدي بواحد، ما معقول أبدي بصفر لا طالب عندي، ف
فأكيد رح أبدي بيش بواحد. إذن هذا شو اعتبر؟ هذا الطالب الأول، هذا هو الطالب الأول. هسه شو رح أسوي؟ أوكي تعال خلينا نسوي هسه عملية التكرار. هنا أنا شو رح أستخدم أو يا شو رح أستخدم؟ أنا هنا أنا حستخدم الشرط الثاني إنه من توصل 15 طالب رأسا اقطع بعد ما أريد، اللي هو لهذا شو رح أستخدم؟ حستخدم الدو وايل. هذا الدو وايل هو أصغر أو يساوي نجد طالبة الأعزاء يساوي لنا 15. طبعا هنا انا ما معقوله ارجع مثل ما قلنا حنسوي تكست وادخل، فاكيد افضل طريقه الي انه اسوي من خلال ما يعرف بالانبوت بوكس. فلهذا وبما انه انا اسويها يعني ثابته، فام تساوي ام تساوي الانبوت بوكس. طبعا هنا أنا افتح قوس تو كوتيشن اللي هو ايش؟ ادخل درجه الطالب، حتطلع هاي الرساله. فش راح يسوي؟ هاي الدرجة اللي أنا حخليها وين راح ويا ما راح تنجمع؟ راح تنجمع ويا هاي السم، فراح تنطيني سم جديدة. فمعنى آخر إذا السم الجديدة، أوكي السم الجديدة ش راح يسوي لنا؟ السم القديمة اللي قيمتها هسه بهاللحظة قيمتها صفر زائدا الام أول قيمة المن دخلت للدرجة الأولى. هسه لنبدا الطالب الثاني، يعني هسه انا خلصت الطالب الاول، هسه شو حسوي؟ اسوي لوب للطالب حتى يكمل، فراح اقول اذا هسه اي لان المن تعود لهذا للطالب الاول، هسه حسوي الطالب الثاني، فاذا نروح من جديد هاي اي الجديده تساوي لنا اي القديمه زائدا ايش قد؟ زائدا واحد. سوي لي لوب حتى يقدر يجمعها. فش راح يصير؟ حنعيدها على كيفنا من جديد، راح نعيدها هسه شلون صارت. بالبدايه انا شو راح اسوي؟ انا دا اريد اسوي برنامج لحساب معدل 15 طالب. اذا انا احتاج شغلتين، البرنامج يحسبها الي الدرجات اللي تزايد زائدا اعداد الطلاب اللي ايضا قاعد تزايد. اوكي فشلون اسويها؟ فبالبدايه اذا لازم افترض فرضيتين، الفرضيه الاولى اللي هي السام يساوي لنا صفر، ليش؟ لان قيمه الدرجه ما عندي لحد الان ولا الدرجه، فبالتالي اذا شو حتكون قيمتها؟ صفر. اوكي هاي اول شيء، فلهذا ايش كتبت؟ لهذا انا كتبت ايش؟ الام اللي هو السام، يعني السام يساوي لنا صفر. وهنا وراها شو راح اسوي؟ راح اسوي بالنسبه للطالب، اول طالب، فاكيد ايش راح يكون الطالب الاول؟ اي تساوي لنا واحد، لان ما في شيء اسمه طالب صفر. اي يساوي لنا واحد اللي هو الطالب الاول. ولما خليت التجميعيه القيمه الاولى التجميعيه والطالب الاول، هسه ابدي اكتب الشرط، الشرط هنا انا بديتها بالدوايل حتى افضل لي حتى يتوقف من يوصل 15، فالدوايل اصغر او يساوي لنا 15. هسه راح ندخل القيمة الدرجة الأولى وراها ندخل إيش؟ عملية الجمع. فلهذا الام تساوي الانبوت بوكس ادخل درجة الطالب. شو راح نسوي هسه؟ السم اللي هي الجديدة تساوي سم القديمة زائدا إيش؟ سميشن القديمة زائدا إيش؟ الام للطالب الأول. ولما كملنا احتساب درجة الطالب الأول راح نقول له هسه إذا اوكي سوي لي لوب للطلاب، فالاي الجديد يعني الطالب الثاني الجديد يساوي ان الطالب الاول حتى نجمع الطالب الثاني والثالث زائد واحد يمثل الطالب الثاني، ومن ثم نقول له لوب. ولما راح يخلص وجمعها ايش راح اقول له؟ تعال اذا انطيني الافرج اللي هو عباره عن المجموع ماسه مقسومه على 15 طالب، اللي هي طبعا انا هسه هنا مو الا اكتب 15، اقدر اكتبها اي صح لو لا؟ يعني المفروض هي 15 يوقف. وبعدين شو حقول له؟ اطبع لي برنت الافرج، ومن ثم حقول له الان صار. فنجي هسه حنطبق هذا السؤال، طبعا هذا هو مثل ما تشوفون اللي انا كاتبه هنا الكود. فنجي طبعا لازم ندخل 15 قيمه، فراح نقول له اوكي اول طالب مثلا كانت هاي، ندوس انتر حيقول لي الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع
ثامن، تاسع، عاشر، 11، 12، 13، 14 و15. من الثاني 15 جاته، كان هذا هو اللي فوق. طبعا بس لكون انه انا اكو واحد من الارقام بصراحه دخل ثلاث قيم، فلهذا كان هذا المعدل اللي هو اكثر من 100. اوكي، لان دخلت ثلاث ارقام. اوكي، هذا هو بالنسبه لهذا التمرين. راح ناخذ تمرين اخر، بس قبل يعني عندنا ما يعرف هنا التداخل الحلقات. هو شنو تداخل الحلقات من نجي نحكي عنه؟ تداخل بمعنى ان اللوب الداخلي يجب ان ينتهي قبل الخارجي. اللوب الداخلي يجب ان ينتهي قبل الداخلي. فمثلا ساعدنا برنامج الضرب، مثلا عندنا برنامج الضرب هذا، من اجي اريد او يعني خلينا نشرحه هنا، هذا أنا هنا برنامج جدول ضرب، يعني سوي لي هسه أنت برنامج جدول الضرب، بمعنى إنه أولاً إيش راح يسوي طبعاً؟ راح ياخذ اللوب قيمة الأولى، الآي الأولى، يعني مثلاً هسه 4i، 4i، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا من 1 إلى 10، هاي بالنسبة للآي. نفس الحالة الـ 4j إيش راح يسوي لنا؟ أيضاً من 1 إلى أيضاً الـ 10. هسه إيش راح يسوي؟ هو المفروض عملية الضرب حتكون كالتالي: الـ A شو يساوي لنا؟ الـ I مضروبا في الـ J. زين، برنت الـ A، برنت الـ A، بعدين next. بس خلي قبلها، خلي نفهم ايش راح يسوي. هنا يجب هنا أن ينهي اللوب الداخلي قبل إنهاء اللوب الأول، يعني هنا لازم يكمل هذا اللوب ومن ثم يروح وين؟ على هذا اللوب. بمعنى آخر، شلون راح يصير؟ الأي يسوي نحكيها كرياضيات، الأي شو راح يسوي لنا؟ الأي قيمته 1، راح أضربها في الأول قيمة اللي هي للجي اللي هي أيضاً ايش قد؟ 1، فايش راح يطلع لنا؟ 1. نجي هسه القيمة الثانية للأي اللي هي تساوي لنا أيضاً 1، لأن الأي هنا ثابت، الأي هنا ثابت لأن الأي هو وين؟ هو الخارجي، هو اللوب الخارجي. مضروبة في القيمة الثانية للجي اللي هي 2، فيطلع لنا 2. بعدين الاي تساوي لنا ايضا الواحد اللي هو قيمة الاي وهو اللوب الخارجي واللي هو الثابت مضروبا في الثلاثة، فيطلع لنا 3 الى ان يخلصها. يلا يرجع هسه ايش راح يصير؟ راح نقول الاي تساوي لنا الاثنين، لان هسه خرج من العشرة، كمل العشرة وطبعهم، رجع من جديد هسه اخذ القيمة الثانية المن للاي اللي هي ايش قد قيمتها 2، ضربها بمن؟ في 1 اللي هو للجي، فيطلع لنا 2. بعدين الاي اللي هي الاثنين اللي هو للاي، ضربها في القيمة الثانية للجي اللي هي ايش قد قيمتها 2، يطلع لنا 4، وهكذا. هذا احنا نسميه اللوب الداخلي، هذا هو عمليات الضرب. فلهذا من اجي هسه اطبق هذا البرنامج، من نجي نشوف مالت الكود هسه، هذا جدول الضرب، هذا هو من اجي، فمعناته انه هذا اللوب لازم يخلص ومن ثم يرجع ياخذ القيمه الثانيه من اللوب الاول. فمن نجي نطبق كناتج، شوفوا ايش راح يطلع لنا. شوف، كمل الخارجي قيمه واحده، راح على الداخل كمل 10 قيم، اخذ القيمه الثانيه من الخارجي كمل 10 قيم، القيمه الثالثه من الخارجي وكمل 10 قيم، وهكذا. هذا السؤال جدا يعني مهم في عمليات كيفيه يعني فهم اللوب الداخلي واللوب الخارجي وشلون لازم تتوقف. المثال الاخير في محاضرتنا لليوم اللي هو مطلوب عمل برنامج لحساب درجه الغليان. اي تركيز لأي تركيز من المواد، بس خلي أول شيء نفتح البرنامج حتى يكون الكود أمامنا. هذا هو الكود، هذا هو طبعا الديزاين بالنسبة إلي، بس أول شيء خلينا نجي نشرحه. المطلوب عمل برنامج لحساب درجة الغليان لأي تركيز من مزيج مكون من الإيثانول والماء، علما أن الضغط البخاري لمكونات المزيج تحتسب على أساس فد معادلة معينة للإيثانول والماء سوف تعطى إليكم. وكذلك عندنا الضغط خلي ثواني، خلي يعني نشوفكم السؤال.
أفضل. أوكي، هذا هو السؤال. فمثل ما تشوفون عندي أنا نفس مجموعة من المعادلات، فالكي اي يساوي البي اي على البي تي مضروبا في هنا 760 اللي تمثل لنا هنا طبعا الكلي، الضغط الكلي لكل مكون للبي، وهي تراكيز طبعا هنا التراكيز مال المي والايثانول، هاي تمثل لنا هاي طبعا من نجي هو الضغط الجزئي، هاي تمثل المن للماء وكذلك للايثانول. من اجي اريد هسه اني اكتب الكود حتكون كالتالي. انا بالبدايه لازم شو استخرج؟ لازم استخرج هنا على اساس التراكيز، على اساس النسب، نسب مئويه، فلهذا انا قسمتها على 100. من تشوفون هنا انا ليش قسمت على 100؟ لان هو لازم انا استخدم التراكيز المئويه لعمليات استخدامها. ثواني تبقى الصوره. فمثل ما تشوفون هسه هنا عندي القيم، القيمة الأولى اكس اي والاكس دبليو اللي هي شو تمثل لنا؟ هنا تراكيز الإيثانول وتركيز المي، طبعا قسمناهم على 100 ليش؟ يعني لازم تكون نسبة مئوية، هاي رقم واحد، وبالتالي إذا هي الإدخال، لأن عندنا تكست 1 والتكست 2 إذا لازم بالبداية أدخلهم كقيم. ولا ايش راح اسوي؟ راح اخذ اول معادله اللي هو اسوي كصيغه انه الصيغه العامه الفور من التي درجه الحراره من 273 الى 450 ستيب 0.001. طبعا هنا الستيب كلما زادت يعني قللناها كلما زادت الكفاءه في عمليه استخراج النتائج. ومن ثم وراها راح استخرج ايش؟ راح استخرج كل من الضغط البي اي اللي هو الضغط وكل من المعادلتين والبي دبليو طبعا للايثانول والضغط المن للمي. ومن ثم راح ايضا حسب المعادلات المعطات الي راح نستخرج التراكيز، التركيز مال الايثانول والتركيز مال المي من خلال قسمه النسبه على اليمين على الكل اللي هي ايضا معطات بالسؤال. حاصل جمع هذه التراكيز من سام وعمليات الضرب ما بيناتهم، لان هو ايش؟ التركيز مال الها الكيو مضروبه في الاكس اي زائدا للمي ككي وللمي ايضا كاكس. هذا المجموع لازم شو يكون؟ لازم يكون اكبر او يساوي لنا واحد، في حاله كان اكبر او يساوي لنا واحد فاذا اوكي اغلق البرنامج واخرج، في حاله لم يكن عاد اللوب ومن ثم يعني اخذ واستخرج الناتج. فلهذا عند التطبيق نطبقه لا مثلا اوكي حيطلع هسه هذا الناتج بالنسبه للايثانول. اتمنى تكون المحاضره واضحه، واي سؤال ان شاء الله احنا بالميتنج راح نوضحها بشكل اكثر، ونشوفكم ان شاء الله بخير. شكرا لكم واصغائكم.